شوفوا لي هاد الناس فين عايشين، شوفوا هاد القوات الضاربه الناس فين عايشين، ما يمكنش طاع في القلب الدمار الشامل، ما لاقين لا كونيكسيون ولا لا حياه كريمه والو، ما كاش يا اخو ما عندهمش بالتسهير. السلام عليكم. السلام عليكم، فيديو جديد تنارات خشاب، مرحبا باصدقاء تنارا كاملين. فيديو كرغولي، اخر مره بجينا ب وخرناها بالسي عبد المجيد ودابا بينا نبداو به عاود تاني. شرق ريحة حاضر في اي لقطة، حاضي مع السي عبد المجيد اللي يتململ اللي يدير شي غلط. انا السي عبد المجيد عاود تاني، شوف تبو انت مشى وين دابا رجعوا نهضروا على هذا الموضوع هذا. عبد المجيد تبون على اسئلة الصحفيين. نسيت حاجة اسم قاسم قاسم وتحية الجميع. هذا من مشاهدينا يسمعنا في هذه التغطية المباشرة لأجوبة الرئيس. قال لي خاف لا ما قال لي ما يباتش في المراديه اليوم يجري عليه عشان قريحه. هادشي اللي عطا الله سي عبد المجيد، اش بينا نديرو ليك انت اللي خدي ديم عند الكبرانات. خبط المزور تبون في التلاعب بالارقام. سامحوني نسيت ما هضرت على هذاك الموضوع نتاع الكره والتيرانات، ناس باقيين عندهم مشاكل العطش، مشاكل الضوء، مشاكل ديال الماكله، الناس عاد شحال من القنت قال لك فيها المجاعه، الانترنت بلا ما نهضروا عليها كاع غادي تيدشن في الملاعب. المشكله عندهم هو كاع دشن الملعب ما بيش. المشكله الكبيره عندهم هو الاستمراريه، ها هو تدشن الملعب داك اللي بغى يقابلو ويحافظ عليه انه يبقى ديما مزيان، ما كاش يا اخو ما عندهمش بالتسهير. نسمعو اكاديب السي عبد المجيد يقدر بالذكاء الاصطناعي، بقاو معايا نتاكدو. وتحويل الارقام وتحويل الهزائم الى انتصارات، يعني مثلا هل من المعقول أن يقنعك شخص بأن يقول لك نحن أحسن من أمريكا؟ باختصار لأن أمريكا لها تريليونات دين ونحن ليس لنا دين، فيوحى إليك أنك أحسن من أمريكا وتبدأ حالة الفخر والاعتزاز تتسلل لنفسك وتشكر الرئيس اللي أوصل البلاد إلى درجة لا ديون لها. ولكن ما يخفي تبون أن اقتصاد أمريكا لها شركة واحدة مثل مايكروسوفت أو إنتل أو جوجل، لها فروع في كل العالم وميزانيتها أكثر من ميزانية دول مثل الجزائر وتشغل 5 ملايين عامل. وهل لك هيبة أمريكا وجيش أمريكا وجامعات أمريكا وطيران أمريكا ومستشفيات أمريكا وإعلام أمريكا؟ وقس على ذلك ألمانيا فرنسا. إن الكذب والتلاعب بالأرقام على طريقة ويل للمصلين واقتصاص كلمات وإخراجها عن مدلولها وسياقها أصبح ظاهرا ليس لقول الحقيقة كاملة ولكن لبردعة السامعين وأظهار تحقيق إنجاز وهمي على أنه حقيقي وملموس. إنه لعار أن يستحمر الشعب بهذه الطريقة المملة وتنم على احتقار العقل الجزائري وهو يتبع سياسة الغاية تبرر الوسيلة. الغاية أن يعاد انتخابه والوسيلة هي أكذب أكذب حتى يصدقك الناس. الحقيقة أن اقتصادك ضعيف وهيبتك في الحضيض، يكفي أن حكام دولة مالي تستدعي سفيرك وإعلامك هزيل وإنجازاتك صفرية وخطبك عشوائية وأرقامك خاطئة، والمشكلة أنك تبتز الشعب بالسير نحو المجهول وتغلف الهزائم بالانتصارات في حين أن كل الشعب يعاني
والشباب يهرب على قوارب الموت، والرداءة في كل زاوية وكل مجال، والعسكرة ضاربة، والأحرار يسجنون، وصراع الجنرالات مكشوف، والحياة السياسية ميتة، والبطالة ضاربة في جسم المجتمع. فلا تزيدوا بؤس الشعب وقهره وفقره بخطبكم التي تبعث على القيء. نحن نعرف إنك تحاول المرور إلى عهدة ثانية، وبعض الجنرالات يعرقلونك ويبحثون عن بديل. فلا أنت ولا هم أهل لقيادة السفينة، وأن صبر الشعب قد وصل حده وفاض الكأس، ونحن على اعتاب حراك يأتي على الأخضر واليابس. فعلى الأقل احترموا عقولنا وفكروا في مخرج سياسي وسلمي يخرجنا من 60 سنة ترقيع وتخلف واستبداد وفساد. هذا هو أحسن جواب على النظام ديال الكبرانات. بيان سيغ سي عبد المجيد كيما تنقول لكم، هي تصويرة كوميك كوميديا حاطينها لنا في قدامنا نتكومكو عليها، حيت داكشي اللي لقاو. النظام كله فاشل، حاجة عادية يكون حتى التصويرة حتى داك ليماج ديالك حتى هي خصها تكون فاشلة. ولله يلا حنا جوابا كجوابا نيت على هاد الهضرة هادي، حنا مع الناس الاحرار الله يسر لهم، حيت الناس تينتقدوا كاين بزاف لي في لي كومونتير كراغيلا تيقول لك حنا تنجبدوا، حنا المغاربه قال لك تنجبدوا الفتنه بيننا وبين الاشقاء الجزائريين. ما فهمتش انا واش المهم هما تيقول لك حنا ما بين زعما ما بينكم ما بيناتنا حنا الاشقاء الجزائريين زعما مع المغرب، يعني تيهضر كانه تيمعني وكأنهم جزائريين. والله أعلم، حيت أي واحد يقدر يكومونتي ويقول ما بغى يوصل الفكرة اللي بغى. المهم هادوك إلا كانوا جزائريين هاني تنجاوبو، كانوا شي حتى خور شغلو هادك هاني تنجاوبو، باش ما نضيعوش الوقت بزاف في لي كومونتير. المهم اللي بغيت نقول لكم هو تيقوليك حنا تنشعلو الفتنة، حنا تنديرو، حنا تنافقو وتنكذبو على الشعب. كاين هاد الفئة، كاين واحد الفئة أخرى أش تتقول؟ تتقول لك سكتوا يا المبردعين، نتوما عايشين في الجوع وفي الحصار وفي معرتاش، هذا هي عقلهم هكا داير. المهم أنا تنحصرهم في جوج، كاين جوج أنواع تانا تنحصرهم كيما تي جوج أنواع تي كل واحد كي تيجاوبنا، حنا تنحصرهم كاملين في حاجة واحدة ولكن نقسموهم على جوج. كاين شي وحدين ما تيكومونتيوش، مساكن مغلوب على أمرهم، تدعيو معاهم ديما الله يسر لهم، ما تيجي بدون مغاربة ما ضررنا في حاجة ما والو مساكن. وكاين دوك اللي متابعين الكبرانات مع الدباب الإلكتروني ديال الكبرانات، هما اللي تيديروا هادشي كامل، وهادوك حنا مرصادا لهم دفاعا على وحدتنا الترابية المغربية، ودفاعا على رايتنا المغربية وعلى خريطتنا المغربية وعلى مليكنا. واخا هو ما محتاجش اللي دافع عليه، ولكن حنا في جنبه، هذاك الاب الروحي ديالنا كاملين، حنا في جنب بلادنا وفي جنب مالكنا. وهذا الشيء هو اللي ما عمرهم يفهموه، وهذا الشيء هو اللي ضرهم في خاطرهم. ايوا سامحوني ما كثرتش الهضره بزاف، ندوزو لفيديو اخر. ديجا كثرت الهضره والله عيب عيب. والراس يقول نشربوا الماء كل يوم، يا سي تبون هادشي محال، شربوا الماء كل يوم سوا في العاصمه ولا الثوره مشرب الماء، ماشي عيب. دور تفرضون عندهم هذو السلاح ما نهزوش السلاح، دور نديروا الحركه ما نحركوش، حنا ولاد الثوره ولاد البلاد، حنا هاد الحي هذا كاع ثوره كاع ثوره كاع، حنا جبنا الاستقلال في هاد البلاد، جبنا الاستقلال. الماء ما شربوش، صحراء فيها البترول فيها الماء ممنوع منها، جيبونا من البحر، جيبونا من البحر كيما تاتو صاحب البحر، ودو هذا واد الناموس على هاد الحكره كيما هاك. ولادنا ما كانوا يلعبوا، الحكومه دار حكومه لصقوا فيها دار شعبي، عيب يا الصوالح. هاد الحي راكو حاكرينه وغادي كراطي، وكي كراطي حنا ما نحكوش بنوات، حنا ما نحاولوش، حنا نكتبوا للرئيس، نكتبوا في الوالي، نكتبوا في المدير، نكتبوا فيكم حتى انتم صحافه، خاطر انتم ماكش صحافه، ماكش صحافه، ماكش صحافه، تكشفوا كلشي، على علاش تدير الواجب تاعك، واجب تكشفي، اربح الداري مرحبا بك، شوفي السباله كي راه دايره، هو ياذن الصلاه خمسه وحنا نستناو السقايه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شتي سي عبد المجيد والنظام كيبردع في الشعب، وهل الواقعه واشته؟ الناس ما لاقين ما ياكلوا، ما لاقين ما يشربوا، ما لاقين لا كونيكسيون ولا لا حياه كريمه والو، ما لاقين وين يخراو، ما لاقينش.
لا لا والله هو صراحة خراوين حبيت خلا هادوك الى عقلتي هادوك الى عقلتو الفيديوهات اللي دوزنا نتا على المناورات الاخرانيين نتاع السيف المجيد واش نقريحة كنت دوزت لكم شي مناورات دابا المناورات الواقعيين باش تفكرونا شوفوا معايا المناورات ديالهم لتحت وباش تفكرونا الفوق لن أيأس أبدا لن أستسلم سأخلص الحلبة من كل الشرور